عجبتني شحال ما بعد انا عجبتني هاد القضيه بدا تيتحركوا الشباب مساكن تيتحركوا الشباب ان راه الناس الله يكون في العوان اخويا تتبرع على راسه. انا بهاد القضيه زوينه ما عمر شي واحد وقع عليه شي مشكل بعتك مع شي موت السياره ولا شي حاجه. انا بعتك انا اخويا من الناحيه ديالي انا بعتك عجبتني هاد الفكره. هاد الفكره تلقى شي شاب مسكين تا هو قاعد وعاطي من العمل وداك الشيء تلقى شي تا واحد السياره وداك الشيء تيقضي بها الغرض. المهم اهم حاجه هما يتحركوا الناس اخويا. انا بعتك شحال من شاب تنعرفو بعتك انا يا شتو ولا بعتك مسكين تلقاه تيتقوت شي شويه بعتك ولا يبقى واقف قدام الحومات. مون الطاكسي ده ما تعطيك القيمة، ده ما تيوقفك، ما تيهضر معاك انت، ما يوقف ليك، ما والو، ترى تيوقف النصارى على انت القاوري تتشوفو تيتخرو طا الرياض، امك تيحطها في راس الدرب، واش فهمتيني؟ حقرا بزاف هاد ماني الطاكسيات معتيني، ان الله العلي العظيم، ما تيعطيونا قيمة، ما تيركبونا، ما والو، تيركبو غير النصارى، فين حاجي انت؟ لوتي الرياض عمر، وصل التعزير، قاو بيناتهم هما حنايا، الله يا خا تكون امك واحلة ليها. شنو هي في عنق الله يمي فين بغات والله العلي العظيم ولا اله الا الله. انا ما معاهمش بعدا، انا ما معاهمش، انا مع انا ضدهم والله الا ضدهم، والله الا حكاره، وتيبعتو علينا بالسبانه وتيحقرونا وتيديروا معنا شحال من حاج. امك شتي من الطاكسي داخل ترقع الدرب على قبل امك ولا على قبل امي؟ لا، وسير قول لقوريه الله تيدخلاتي يستسر لها في الرياض ويعاود يرجع، والله العلي العظيم ولا اله الا الله. انا خويا ماشي مع هذا، مع هذا التقنين هذا وبهذه الطريقه باش يخدموا هذه الناس، راه ماشي في المستوى ديال واحد المدينه السياحيه، لانه بعض المرات يقدروا الزبناء يغلطوا ولا توقع عليهم شي حاجه اللي ماشي هي هذيك، لان الناس هادو ما معروفينش مثلا، ما عندهمش واحد الرقم اللي يقدروا الكليان يهزوه، ولا رغم انه راه كاين التليفون، كاين الجي بي اس وكاين كذا، انما الملاحظه اللي تلاحظ انا ماشي معقوله، لان الناس يخلصوا الضرائب ويخلصوا مثلا بحال التاكسيات يخلصوا الضرائب، المهم المويان دو ترونسبور، المهم راه تيخلص الواجبات ديالو، ماشي واحد تيجي تيحمل السماعه خدام بار انترنيت وتيكسب من وراء الناس بواحد الطريقه غير شرعيه، راه ماشي معقوله هادشي اللي كاين. اول حاجه بعدا خصنا نهضروا على الناس ديال الطاكسيات، بعدا يتقنن بعدا الطاكسي هو الاول، نشوفوا دوك الناس اللي خدام في الطاكسي واش بعدا عنده حقوق ديالو، واش عنده اوراق ديالو، واش هذيك لا غيمو غتبقى بهذيك السيستيم كلاسيك، ما خدامش هذاك الشيء، خصنا نبداو بالطاكسي بعدا نقادو هو الاول عاد نفكروا في لي درايفر، لان حنا باقي الروطار بزاف في النيفو ديال الطاكسي.